وللتذكير فقد شدد المرشحون في رسالة استلمتها اللجنة وأحيط بها الرأي العام على وجود اختلالات جوهرية قائمة مطالبين بتصحيحها، وكان رد اللجنة مخيبا للأمال ومعبرا عن حقيقة عدم الاستعداد لإصلاح الخلل وتدارك النواقص الكثيرة القائمة. فقد أعلنت اللجنة استعدادها لمراجعة نقطة واحدة من أصل 12 نقطة، وحتى ما وعدت به في هذه النقطة ما تزال تماطل في تحقيق ما يؤسس عليه، وهو توفير نسخة من اللائحة الانتخابية لتدقيقها ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها قبل انقضاء آجال الطعون، وهو ما جعل الخشية قائمة من أن يكون هدف تلك المماطلة استنفاد وقت الطعون لتصل اللجنة لاحقا لحجة قانونية تغطي بها سعيها للتحرر من كل ما قد يقيد اقتراف جريمة التزوير تزوير إرادة الناخبين. إنه وبعد مراجعات ومطالبات كثيرة بضرورة توفير نسخة من اللائحة الانتخابية قابلة للاستقلال والتدقيق في الوقت المناسب تصر اللجنة على المماطلة، وحتى آلية التواصل مع اللجنة والتي اتفق عليها على عقد اجتماع كلما دعت الحاجة له أو استجد ما يستدعيه تواجهها صعوبات بعد تلقي